إذا ماذا صنعت الآن بالنسبة للدعوة أكثر من هذا؟ الحمد لله دعوتي يعني متعلق بالكتب. ها نعم بدأت تكتب. أيوة أنا أكتب، أنا أكتب كتب دعوية. بأي لغة؟ باللغة الجلوية. باللغة الجلوية. إذا أكتب باللغة لغتين. نعم. لغة جلوية ولغة إنجليزية. نعم الإنجليزية. الإنجليزية. وكتب جلوية اللغة الجلوية أكثر الحمد لله. نعم لأن الناس يحتاجوا هذا أكثر. يحتاجوا هذا. ثم لو تعطي الإنجليزية ممكن يعرف يقرأ. نعم نعم. اللغة الإنجليزية لكن لا. لا يفهم. لا يفهم. لا. هنا لغة الفهم. أيوة. هي الجلوية. أيوة. مع أنه يعرف يقرأ الإنجليزية. هكذا. فهذا أفضل. أفضل. نعم. إذا يعني أكتب هذه الكتب. الحمد لله الآن وتطبعها وتوزع عليه. أيوة ووزع يعني مجانا. مجانا. ليس للبيع مجانا. إيه نعم. يعني أكتب وإذا وجدت يعني صاحبك مثل أنت. نعم. تطبع. أطبع. أطبع. نعم. أطبع كما مية نسكة. نعم. أو 200 نسكة. ما شاء أنا يعني. ها توزعها. هكذا. ما شاء الله. هذا الذي أفعل. لأن الآن الكتاب. أيوة. يعني أنت تذهب لكن الكتاب يبقى. كتاب يبقى. أيوة. وممكن الكتاب يبقى آلاف السنين. الله ويكون صحيح. ويكون صدقة جارية لك. صدقة جارية لأن ممكن تطعمهم الآن طعام يأكلوا في 5 دقائق. الحمد لله. لكن تعطي الكتاب. الكتاب يبقى ممكن سنين طويلة. والله الحمد لله. الحمد لله. إذا 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 ذهبت في الغابات. نعم. أنا أحمل معي يعني بعض الكتب. أيوة. ما شاء الله. وأعطيهم يعني كالهدية. هدية ما شاء الله. الحمد ما لله. ما شاء الله. لأن الهدية تؤثر فيهم. هكذا. نعم. ترجمت قرآن بلغة جلوية. ما شاء الله. مع لجنة. كاملا. كاملا الحمد لله. نعم. كاملا بلغة جلوية. لكن مختصر أو مطول؟ لا مطول. ما يعني في كم صفحة تقريبا؟ تقريبا 900 صفحة. 900 صفحة تقريبا. أيوة. أي ما شاء الله. طويل يعني كبير جدا. كبير جدا. كبير جدا. نعم. ركزت في على العقيدة. نعم نعم في العقيدة. أوكي في لجنتي في يوجد يعني شخص يعني متخصص بالعقيدة. متخصص في العقيدة. يوجد الذي متخصص. ها اللجنة التي تراجع هذا التفسير. أيوة أيوة. في يوجد صاحب الذي يعني متخصص باللغة اللغة العربية. اللغة العربية. اللغة العربية. نعم. وأنا متخصص باللغة الجلوية. نعم. لا أنت لا تصلح تراجع، لازم يراجع إنسان يعني لا يعرف يكون ضدك. أيوة. حتى يخرج الأخطاء. نعم نعم. نعم. إذا هذه اللجنة الحمد لله فعلنا ما فعلنا والآن أكملنا. نعم. القرآن كلها أما كل القرآن. وطبعت. لا لا جزء عامة فقط. وباقي يعني في يد يعني مصححين. ها باقي إلى الآن. أي حتى الآن. أحسن لازم تراجع مراجعة دقيقة لأن القرآن هذا. هكذا. نعم. هذا قرآن بلغة جلوية.